السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نقطة بتقابل بعض الناس وما بيعرفوش يتصرفوا إزاي فيها، وهو موضوعها حله سهل جدا إن شاء الله. موضوع إن المواليد بياكلوا التراب أو يلحسوا في الطين أو ياكلوا حصى طوب أو رمل أو ما إلى ذلك، ده بيكون سببه الرئيسي نقص العناصر في حليب الأم، نقص العناصر في حليب الأم. طبعا باختصار شديد جدا، انت بتعوز تعوضهم العناصر ديت. انا عندي هنا بستخدم دواء اسمه فيتاموينت شراب، دواء اسمه فيتاموينت شراب. طبعا فيتاموينت شراب ده دواء بشري برضو، تمام، تركيبة عالية التركيز من الفيتامينات والمعادن، تمام، موجود في الصيدلية البشرية. طبعا سعر الإزازة دي 15 جنيه. طبعا دي تنفع برضو مع بعض الأمهات اللي هي فيها ضعف أو ما إلى ذلك، تمام. فيتاموينت شراب ده للأطفال والكبار طبعا بيحتوي على عناصر مهمة جدا بتعوض المولود اللي هو عنده مشكلة في بعض العناصر، يعني في فيتامين ألف، فيتامين ه، فيتامين سي، فيتامين ب1 وب2، فيتامين ب6، وفيتامين ب12، وفيتامين دال، وطبعا كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، زنك، مغنيسيوم. طبعا هو أساسا بشري، تمام، واستخداماته يعني هنا مضاد الأكسدة لحماية الجسم من الجزيئات الشريدة التي قد تسبب تلف بعض الأعضاء. وفيتامين ألف يلعب دورا أساسيا في تطوير الرؤية لدى الطفل وزيادة مناعة الجسم. فيتامين ب له دور هام في عملية الأيض وإنتاج الطاقة للحماية من بعض أنواع الأنيميا والأمراض الناتجة عن نقص الفيتامينات. رقم 4، فيتامين دال والكالسيوم لهم دور أساسي في بناء العظام وتكوين الأسنان. الكالسيوم هام جدا لتجلط الدم وانقباض العضلات طبعا، والحديد وما وغيره من الأهمية. يعني دواء الاستعمال طبعا كمكمل غذائي في حالات كتير جدا، تمام، كمكمل غذائي في حالات كتير جدا. طبعا لو انت عندك المولود بيلحس في التراب او بياكل تراب او بيلحس في التراب، طبعا دلوقتي كانت موجودة عندي بس انا هم دلوقتي بالحسوش، فبتديله ممكن تديله من ديت لحد 10 سنتي، مفيش اي مشكلة، تمام، وبتديله يومين ثلاثة ورا بعض وبتراقبه تشوف هو لسه بيلحس في التراب ولا لا. طبعا هي كويسة جدا وفعالة جدا، الحمد لله جربتها وكان لها نتيجة كويسة جدا، واستخدمتها مع الأمهات برضو، الأمهات الضعيفة اللي انت عاوز تديلها نوع فيتامين، فده نوع فيتامين قوي وفعال وبيحتوي على عدد كبير جدا من الفيتامينات. أنصحكم انكم تستخدموه لو حد عنده حالات زي كده. ده اللي عاوز أوضحه لحضراتكم النهاردة. ياريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة، ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.